قبل أسابيع قليلة على بدء موسم الاصطياف تبدو التحضيرات بعروس مصايف الشمال إهدن على قدم وساق، فبعد دوبان الثلوج وانحسار موجات الصقيع عاد أبناء إهدن بحماستهم المعهودة، ينفضوا الغبار عن منازلهم ومؤسساتهم ويعيدوا تحسين ما أتلفته الشتوية. ما يهيئوا ما يرتبوا ما يسيوا، لكن احنا هالمحل مفضنة وعشين مثل هذا وغيرنا هيك وغيرنا هيك. فيني أقول لك البلاد بلي وقف ورشي بدون وقف صيفية، هلا ان شاء الله هم بدها تكون غير شكل بعد هالورشي. يعني اليوم كله هذا الشهر نيسان وايار، اللي عنده ورشي اللي عنده اشياء كله بيزبط وبيقوم بيعمل ما قدر عملها بالشتوية. اللي بده يصلح شيء، اللي بده يدهن، اللي بده يحضر، كل شيء ماشي بإهدن. هاي هالزلمة ما يعمر، هلا طلع ما يزبط ما يسوي ما يشيل، كل العالم عم تشتغل بإهدن. اليوم عندك بدك تعتبر شي 30% عم تتحسن عن غير السنين. بنية تحتية البلدية عم تشتغل كتير منيح وعم بينسقوا مزبوط، والشغل يعني ماشي من هب ودب. دايما بالربيع نحن اول ما ببلشوا يطلعوا العلم، اللي عنده نطفة تصليح، اللي عنده نطفة تدهين، اللي عنده تظبيط ورشته مي، زيادة على انه البلدية قايمة بنشاط تشكر عليه مع المؤسسات اللي عم يبنوا البنية التحتية. حركة أبناء إهدن عم تترافق مع تنفيذ البلدية العديد من المشاريع التنموية القريبة والمتوسطة المدى، واللي بتهدف لإعادة تأهيل البنى التحتية وإدخال التحسينات على المرافق السياحية والأسواق التجارية. كمان مثل ما جرت العادة منبلش بمنطقة التنظيف، تعرف منطقة متروكة فترة معينة، من تنظيف طرقات، ترتيب مداخل المدينة أو الضيعة، الأوتوسترادات إعادة تخطيطها من جديد. اللي أنتوا شفتوه يمكن بساحة الميدان هو مشروع صرف صحي ومي وكهرباء، وحتى موتورات الاشتراك رح يكونوا تحت الأرض ممدودين. هذا مشروع مش البلدية عم تعمله، هذا مجلس الإنماء والإعمار أكيد في تنسيق مع البلدية بكل اللي عم بيصير. تاني شيء عم يعني في بلشنا بدراسة معمقة بالنسبة لفي تليكابين أو تليفريك على جبل مرساركيز، ويكون في على اللونغران بيستيت دوسكي. بالإضافة لضبابية الوضع السياسي والأمني هالصيفية، هم جديد أضيف على أصحاب المرافق السياحية وهو تحسين مؤسسات الفندقية والخدماتية بما يتطابق مع المواصفات والشروط الصحية اللي فرضتها وزارة الصحة. كله بعدين في عور ما خرب بيوت العلم، يعني اللي كان بده انه ما اكله ما نضيف عم بيظبط له اكله وكل شيء. كمان المحلات انه بلشت تأهل نفسها حسب الشروط الصحيه المطلوبه، فالملاحم التزمت بالشروط، وكل اللي بيحس انه محلاته بحاجه بلشت. مثل ما شايف كلنا عم حاضره وناطره مشان الصيفيه، ان شاء الله بيكون موسم خير على الجميع كله. كل سنه بدك تجدد، يعني مثل ما بيكون البلد بتكون اهدن. ما بنعرف كيف الوضع الامني بيكون، كيف وضع البلد بيكون، نتمنى يكون منيح. لأبناء إهدن مطلب واحد من الدولة وهو العمل على تقصير العام الدراسي ليتسنى لمناطق الاصطياف الجبلية الاستفادة لأطول فترة ممكنة من الموسم السياحي. نطلب من المعنيين أنه يعنونا إكستنشن للموسم شوي، يعني يكون تشرين الأول أو يكون كمان إنكلودينج حزيران، لأنه عم بيكون كتير شورت تايم وتحضيراتنا كتير عم بتكون مكلفة وكتير عم تاخد من وقتنا كل السنة. لحنا عنا بلبنان بيقضوا لك المدرسة بيحاربوا فيها الجرد، لازم تكون المدرسة مثلا 8 شهور، ليش تكون مثلا المدرسة 9 شهور؟ لازم تكون 8 شهور 7 شهور ونص، بغير بلدان بيوقفوا لك إياها بأول حزيران، خلص بلش موسم الصيف.